السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا علامات نصب المفعول به. المفعول به إخواني المشاهدين منصوب، هذه اتفقنا عليها، لكن السؤال الآن ما هي علامات النصب؟ الجواب نقول أولا، ما هو المفعول به؟ هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل. فلو قلت مثلا أكرم زيد خالدا، فخالدا أو هذا الإكرام الذي هو من فعل زيد وقع على خالد، إذن خالد نقول فيه مفعول به منصوب. السؤال الآن كما قلنا، ما هي علامات نصب المفعول به؟ الجواب إخواني المشاهدين، للمفعول به علامتان: علامة أصلية وهي الفتحة، وعلامات فرعية ستأتي معنا. الفتحة كما ذكرنا تكون علامة للنصب، أين؟ في الاسم المفرد، كما في المثال خالدا اسم مفرد يعني يدل على واحد، فإذا كان اسم مفرد فإننا ننصبه بالفتحة. الموضع الثاني جمع التكسير، يعني جمع مكسر، ككلمة كتب تقول قرأت كتبا، فكتب جمع تكسير. لماذا؟ لأن المفرد كيف كان؟ كتاب، ثم لما جمعناه صار كتب، فتغير تغيرت الصيغة الحركات وكذا، فيسمى جمع تكسير. الذي يهمنا أن علامة نصبه هي الفتحة، إذا نقول جمع التكسير، هذا الموضع الثاني. طيب بالنسبة للعلامات الفرعية، فعندنا أولا الكسرة، وعندنا كذلك الياء، وعندنا الألف. أما الكسرة فتكون علامة لنصب المفعول به في الجمع، نكتب جيم مؤنث سالم فقط اختصارا، مثال تقول مسلمات، جمع مؤنث سالم، تقول أكرمت مسلمات، مسلمات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وأما الياء فتكون علامة لنصب المفعول به في المثنى، هذا الموضع الأول، وكذلك تكون في جمع المذكر السالم اختصارا، تقول مثلا أكرمت رجلين، رجلين مفعول به منصوب عن نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، ومثلا مسلمين، مسلمين كذلك مفعول به منصوب عن نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وأما الألف فتكون علامة للنصب المفعول به إذا كان من الأسماء الخمسة، معروفة الأسماء الخمسة، أب أخ حم وذو وفو، هذه تسمى الأسماء الخمسة. تقول مثلا رأيت أو أكرمت أباك، فأباك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الألف. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. هذا باختصار علامات نصب المفعول به. إذن خلاصة الكلام، استفدنا أن المفعول به يكون منصوبا، وعلاماته تختلف بحسب نوع الكلمة، فإذا كانت اسم مفرد أو جمع تكسير فهو منصوب بالفتحة، وإذا كان جمع مؤنث سالم فهو منصوب بالكسرة، وإذا كان جمع مذكر سالم أو مثنى فهو منصوب بالياء، وإذا كان من الأسماء الخمسة فهو منصوب بالألف. ماذا يبقى معنا؟ يبقى معنا إخواني المشاهدين أن نقول نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.